ده ب 35 ده هايلايتر 3 درجات ب 35 جنيه 2000 نوع مسكره و2000 نوع كريم اساس حاجات تمام انا شامبو بلسم حمام كريم والسيرم برضه ب 35 حلو قوي 170 جنيه 12 روايح كلها على 20 جنيه ده الام ان عامل معانا 40 جنيه 13 جنيه 13 جنيه ماركات ده ب 20 جنيه بس ده ب 20 جنيه اتحدى اي حد عنده السينما يا جماعه عامل معانا 70 جنيه ده ناحيه سايل وناحيه ده ب 40 جنيه السينما يا جماعه 37.5 لنفخ الشفايف لنفخ الشفايف كده عامله معانا 37.5 كلها بصوا كتير قوي ورجل فيلم نفس القيمه 30 جنيه تسلم اي ستارك 16 ب 35 جنيه السينما يا جماعه بالسفنجه ب 55 ده ب 12.5 ثلاثه مع بعض ميه السينما بتعمل عروض حلوه اسعار وخامات ده ب 50 جنيه ميه السينما يا جماعه ب 8 جنيه بالقطعه تمام ب 6 جنيه ونص الهايلايت كريمات الاساس بكل انواعها هتلاقوها موجوده هنا قلم الروج يا جماعه ب 10 جنيه ده الشفايف صح ب 6 جنيه ونص درجاته كل التنت درجاته موجوده على 13 جنيه تاخدوا ال 12 ب 100 ده الساعه عامله 30 جنيه تنفع عرايس يا جماعه تنت جميله جدا كريمي اي اكله دور من دول على 10 جنيه ب 7 ونص بالقطع ده ب 55 ده التنت يا جماعه كريم ده ب 75 جنيه يعني في نوع ب 5 جنيه الظبالم يا جماعه عامل معانا 20 جنيه ومعاه واحده احتياطي 13 جنيه ده اللي هو الاصلي وده العادي ده ب 5 وده ب 7 ونص فورة يا جماعه ب 17.5 دي ب 30 جنيه 10 جنيه ده ب 10 جنيه ثلاث درجات ثلاث درجات ليه يا جماعه ب 5 جنيه يا جماعه عامل معانا 10 جنيه تنت ده ب 15 جنيه فونيل بلاستيك ب 8 جنيه ب 12 جنيه كل ده تنت شجلان ب 15 جنيه بس صبار ب 7.5 بالقطع عامل 12 جنيه ب 12 جنيه من ايفون 27.5 زي ما انتم شايفين مكانين التانيين دول بقى للزيوت والكريمات ب 4 جنيه ونص حلو قوي على 27.5 كريم كولاجين كريم كولاجين من ايفون ب 24 بيبقى سن زي القلم كده 25 بتاع الحنه ب 12 جنيه ونص حاجه صح كده ب 35 ده ب 35 جنيه كريم مساج ب 30 جنيه الواحده مجموعه على 15 جنيه مجموعه مسك الطهاره كام 35 جنيه بس خمسة ده ب 10 جنيه خمسة كوين جنيه بس ده ب 30 جنيه لوشن فيورا معانا ب 10 جنيه الاي لاينر ده برده قلنا بكام دول باكت على بعضه كده الواحده ب 3 جنيه ونص السيرم ده يا جماعه يبقى ب 75 جنيه 6 ب 100 جنيه يعني مش محصله بيبقى اصلا ب 15 ب 4 ونص عندنا هنا ب 65 جنيه 65 جنيه بس 5 ونص 12 تمام في الامور يا جماعه ب 15 جنيه ب 20 جنيه بس تمام ده روج دبل روج دبل ده بتاع بيملى الفراغات طريقة التعطير يا جماعة بكل روايحها ب 40 جنيه ده فيلر شفايف عامل معانا 30 جنيه السيرم ده ب 75 جنيه ريحه كلها ب 27 30 جنيه حلو قوي 45 شامبو بلسم حمام وسيرم اللهم بارك انا عشان وقت الفيديو بس لانواع الزيوت الهندي هتلاقوها موجودة هنا زي ما كان الغسول ب 20 جنيه 7 ونص ب 7 جنيه ونص 7 جنيه ونص الهايلايتر ده الفكمية 50 جنيه بس دي ب 55 13 جنيه 23 جنيه 23 جنيه مخمرية دي للشعر وجسم ب 30 على 6 جنيه ونص تمام ب 3 جنيه ونص بلاشر 45 45 ب 30 والكبير ب 60 زيت جوزان ده يا جماعه ب 50 جنيه ده عامل 75 ده ب 5 جنيه ب 5 جنيه مخمريه دي ب 8 جنيه ملح حليب اماراتي ب 22 جنيه من الحجر رجل ب 22 جنيه طب الصبغه ب 20 18 جنيه الملح البوبان يا جماعه دي مقشر برده ب 12 جنيه 50 جنيه 50 جنيه بس سيرم زي عامل كام ب 3 وقناع الطمي يا جماعه ب 12 جنيه برده 30 برده دي ب 30 جنيه كردوات هتلاقوها موجوده الحمد لله 45 جنيه 45 جنيه كوبي ب 7 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عرض جديد من عند محلات عصام برغوث ازيك يا استاذ عصام هنبدا بايه معانا النهارده نبدا بهايلايتر دايما هايلايتر ثلاث درجات عايز اقول لكم تحفه عند زميلي بس درجات مختلفه وده عامل كام معانا ده عامل 35 جنيه ده ب 35 ده هايلايتر ثلاث درجات ب 35 جنيه 35 بس تمام هياخدوه بالقطع ده عادي عادي تمام اي حاجه لو ورالك دي ان شاء الله بالقطع وفي حاجه برضه الجمله هنقول عليها برضه تمام في برضه البلاشر الاربع درجات ده البلاشر ده تحفه ده كام برضه معانا ب 35 برضه ب 35 حلو قوي البلاشر ده برضه يا جماعه ده مط وفي لامع برضه تمام مط ولامع تمام المط بتاعه بيبقى تحفه في برضه البلاشر اللي من تمام وعامل كام البلاشر ده؟ 40 جنيه الام ان طبعا كلنا ده الام ان عامل معانا 40 جنيه بلاشر تمام تصلح ايدك تمام في برضه البلاشر بتاع ميه السلمه ده تمام ده البلاشر ده ناقص وخرب الدنيا اصلا هو مش موجود ناقص شويه نشوفه ده ناقص شويه بس عندنا برضه موجود الحمد لله تمام وعامل كام ده برضه؟ ده بتاع ميه سينما ده عامل 70 جنيه ده معانا ب 70 جنيه ده بتاع ميه سينما يا جماعه عامل معانا 70 كريمي جنيه كريمي وبودر كريمي وبودر 6 كريم و6 بودر تمام ميه سينما تسلم ايدك تمام في برضه معانا المسكره اللي هي الميه السينما المسكره برضه الميه السينما 3 في 1 اللي هي 3 في 1 3 مستويات تمام مسكره كويسه جدا فرشه تكثيف وتطويل وتتقيل هنشوفها برضه معانا والله مسكره محترمه جدا حلو قوي قوي تمام من ميه السينما من ميه السينما عامله كام دي؟ هتعمل لنا كده دي عامله 37 جنيه ونص دي ميه السينما يا جماعه 37.5 37 3 في 1 احنا كده كده ميه السينما عامه تطويل وتكثيف وتتقيل وتتقيل كمان تمام تسلم كده كده ميه السينما عامه بتبيعها لسه تمام في منها برضو المسكره كل ده معانا قطاعي لسه القطع عادي يا جماعه نفس الاسعار بس بالله عليكم مفيش فصال
لاني الاسعار دي جمله الجمله ومش ناكل هنا من الفطور. تقول لك الاسعار الفيديو انت ما تبيعوش بيها، لا احنا بنبيع بيها. لا خدوا سكرين على القطعه بالسعر وقولوا عايزين بالسعر. في ناس كتير بتقول ان ما بنبيعوش بالاسعار، الناس اللي مش لاقيه شغل. تمام الحمد لله اللي بنقوله بنبيع بيه. تمام. في برده المسكره اللي هي السبع زيوت دي بتاعت مايه سينما برده. سبع انواع زيوت. سبع انواع زيوت فيها دي بتحافظ على الرموش جدا ومسكره محترمه جدا جدا. كلنا عارفينها يعني. وريها لنا كده. دي بكام معانا برده؟ دي عامله 37.5 برده. 37.5 اقفلها لنا كده يا استاذ عصام. اتفضل. دي اللي هي السبع زيوت يا جماعه الجديده عامله معانا 37.5. دي مسكره ناقصه عامه اليومين دول ناقصه. تمام هي موجوده عندنا بس الحمد لله. تمام عندنا شحن من اول قد ايه عشان اللي ما شفناش قبل كده؟ من اول 1500. من اول 1500 جنيه تشحنوا يعني حاجه تعروسه تشحنيها. تمام. مكياج تشحني من اول 1500. وفي برده الايلاينر بتاع مايت سينما. الايلاينر برده بتاع مايت سينما. حاجات بصراحه لا اسعار حلوه و بصوا كام الايلاينر ده عامل ده عامل 30 جنيه بس ب 30 جنيه. بصوا يا جماعه الايلاينر بتاع مايت سينما عامل معانا 30 جنيه. تسلم ايدك حلو قوي الشغل ده كله العرايس تحفه. في برده كل ده قطع يا جماعه. تمام في برضه البودره دي في البودره بتاعتنا برضه من ميه سينما برضه ميه سينما برضه حلو قوي البودره بالسفنجه بتاعتها البودره بالسفنجه بتاعتها بكام؟ دي في منها ثلاث اربع درجات. تمام دي عامله 55 جنيه 55 دي بودره ميه سينما يا جماعه بالسفنجه ب 55 اربع درجات موجودين اربع درجات موجودين. تمام تسلم ايدك. في برضه انواع منها كتير البودره دي يعني في انواع منها. منها يعني تمام من اشكالها منها كتير. في برضه الاساس ده كريم اساس من ميه سينما برضه. ميه سينما برضه يا جماعه. ميه سينما بتعمل عروض حلوه اسعار وخامات وخامات نظيفه جدا. تمام عامل كام كريم الاساس ده؟ عامل 50 جنيه بس. ده ب 50 جنيه ميه سينما يا جماعه. في اشكال كتير 50 اشكال كتير. انا عايز اقول لكم بصوا اشكال اصلا كريمات الاساس بكل انواعها هتلاقوها موجوده هنا. انا بديكم بس عينه من الشغل الجديد اللي نزل. احنا بنصور على طول هنا وفي فيديوهات قديمه اللي عايزها يكتب لي في التعليقات وانا ابعت لكم برضه اللينكات بتاعتها. في برضه حاجه جديده لسه نازله السوق ده جديد برضه. ده تنت شجلان. ده تنت ومش إيه؟ اوريجينال بس كوبي. شجلان. شجلان. ماركه شجلان. تمام الناس كلها عارفاها. منها ست درجات التنت بست درجات. بصوا كده درجاته كل التنت درجاته موجوده. هو مش اوريجينال بس كوبي بس حاجه نظيفه جدا يعني كوبي محترم اللي هو لاي كوبي يعني. طبعا حاجه نظيفه. يعني الحاجه النظيفه بنقول عليها نظيفه طبعا. تمام ماشي. والاصل بنقول عليه الاصل والكوبي بنقول عليه كوبي الحمد تمام. لله. تمام هسيب لكم برضو لينكات التليجرام يا جماعه. اول تعليق فيه لينك للاوريجينال وفي لينك للحاجات العاديه هسيبه لكم برضو في اول تعليق. احنا شغالين طول ايام الاسبوع اجازه الحد. طبعا لا لا الحد اصلا ما بنقفلش الحد برضو شغالين الحمد لله بس بيبقى المكان هنا اروق. طبعا رايق صح كده. بص بص التنت يا جماعه التنت جميله جدا كريمي محخمه محترمه جدا. العلبه كده بعد اذنك بصوا التنت اقفله لنا عامل كام التنت ده؟ ده عامل 55 جنيه بس. ده ب 55 ده التنت يا جماعه عامل معانا 55 جنيه بكل درجات الوانه. كل درجات الوانه تمام. تسلم ايدك معانا. في برضه الايلاينر الزبالم. الايلاينر برضه تمام. زبالم يا جماعه. ده مش موجود عند حد نهائي. طب موجود عندنا. عندنا بس موجود عندنا يا جماعه. انا وكم واحد تاني بصراحه بس كم واحد تاني تقريبا خلصوا. تمام الايلاينر الزبالم. الزبالم يا جماعه. ده بيجي. قلنا كده. ده بيجي ايه بقى؟ اتنين مع بعض ولا ايه؟ ده بيجي معاه انبوبه جواه. وانبوبه جنبه يعني واحده احتياطي. طبعا دي لو خلصت دي لو خلصت دي بنحط دي بدل. تمام ده انبوبتين يا جماعه عامل كام معانا ده؟ ده عامل 20 جنيه بس. ده ب 20 جنيه اللي هو الزبالم يا جماعه عامل معانا 20 جنيه ومعاه واحده احتياطي كمان انبوبه. تمام حلو قوي والله يبقى واحده خلصت. طبعا لو واحده حلو خلصت حلو قوي وده ينفع بالقطع عادي برضه يا عصام. طبعا تمام ماشي معاك. تبدلوها بواحده ثانيه تبدلوها وب 20 جنيه. يعني اللي هو الكحل الصفار ده كلنا عارفينه ده الاصل. ده اللي هو خامته نظيفه جدا. ده عايز اقول لك حلو قوي والكريم الاساسي بتاعه تحفه. ممتاز جدا الفوره ممتاز في الكريم الاساس كمان ده ممتاز جدا. خامه نظيفه جدا وثبات حلو قوي قوي. لا يقول عليه. ورينا كده عامل كام ده؟ كام معانا ده؟ عامل 17.5. ده ب 17.5 ده السيفوره يا جماعه ب 17.5 ايلاينر حلو قوي برده بالقطع عادي. والقطع بنفس السعر. محدش يفاصل بالله عليكم لانه هيديكوا قطاعي سعر جمله. لا وفي برده يعني التنت الكيكو ده الكيكو برده ده اربع ثلاث درجات كوري صح؟ الكيكو ولا ايه؟ لا هو كوري كوبي برده. لان الاصل بتاعه كوري. في الاصل بتاع الكوري موجود برده كوري برده موجود. تمام ده ثلاث درجات ثلاث درجات كريمي محترمه جدا. التنت يا جماعه تحفه. عامل كام التنت ده؟ ده عامل 15 جنيه بس. ده ب 15 جنيه التنت ده ب 15 جنيه. تمام حلو قوي قوي بالقطعه برده؟ بالقطعه برده بدرجاته كلها يا جماعه بالقطعه. تمام تسلم ايدك.
ده برضو ايه سي في برضو التنت برضو من شجلان برضو سكو كوبي برضو شجلان برضو يعني شجلان بس كوبي ده حاجه مصر اوكي تمام لكن الاولاني كان صيني الاول صيني طبعا ده تنت برضو وشجلان بس مصري عامل كام ده عامل 15 جنيه برضو ده تنت شجلان ب 15 جنيه بس ده المصري تمام حلو قوي برضو درجات 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 وبالقطعه برضو ينفع بالقطعه بالقطعه اي حاجه بركه تمام في برضو كل ده معانا بالقطعه الملمع الجريتر ده الملمع ده تحفه الناس كلها بتدور عليه ده حلو قوي عامل كام ده بتدور عليه ده لسه انا عامل عليك 550 جنيه يعني القطعه كام يعني توقف عليك مثلا 30 جنيه 30 جنيه بس هيتاخد الستاند 27 ونص 27 ونص بس ده الستاند على بعض الستاند ب 27 ونص زي ما انتم شايفين بس ده بالستاند الحاجه اللي هي ما ينفعش فيها قطعه اقول لكم برده في برده من الشكل ده برده نفس السعر على 27 ونص يا جماعه هو درجه واحده اصلا لا درجات ده بيدي لون كل بتاعه بيدي لون كل ده بيدي لون على 27 ونص بس بتاخده برده الستاند على بعضه بيبقى اتنين دستر ولما بجليتر تمام ده بجليتر برده في برده الحبر التاتو 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 بتاع الواير الرسم الحنة والكلام ده كده تمام كده كده الناس كلها تحتوي يعني الحبر ده للحنة يا جماعه بيبقى سن زي القلم كده ايوه حلو قوي وده عامل كام معانا برده ده عامل الدسته 150 جنيه 12 ونص الحته بس ما ينفعش بالقطع لا ينفع بالقطع ب 12 ونص عادي طب هات لنا كده ناخد عليها سكرين بص اخد الكوره واحده على ما يقفلها بس اهي دي معانا الحنه الحبر بتاع الحنه ب 12 جنيه ونص والورق بتاعه موجود حلو قوي قوي والورق بتاعه موجود ان شاء الله تمام في برده المبخره دي لسه جايه جديده المبخره المبخره دي اقول لكم تحفه عامله عليكي 35 جنيه 35 جنيه مبخره بيتحط الفحم هنا حاجه صح كده ب 35 35 حلو قوي تنفع عشاء رمضان كل سنه وانتم طيبين فمبخره زي كده ب 35 جنيه حلو قوي وفي برده الاكلادور الكيكو ده بالوان الكيكو ده بالوان عايز اقول لكم انا اخدت منه المكنه 100 لون تمام الوانه كلها بصوا كتير قوي عامل كام معانا ده عامل 10 جنيه ده ب 10 جنيه خامه كويسه الازازه كبيره وحاجه كويسه جدا اي ازازه منهم على 10 جنيه ب 10 جنيه برده درجاتها كلها متاحه اي اكله دور من دول على 10 جنيه في معانا العرض الثاني في برده العرض ده 3 في 1 3 في 1 عامل كام ده 3 اكله دور في 1 3 مع بعض ده كام معانا ده عامل 12 ونص ده ب 12 ونص 3 مع بعض يا جماعه ب 12 ونص بيبقى الوان مختلفه زي ما انتم شايفين ينفع عرايس قوي برضه طبعا في برضه الايلاينر اللي احنا متعودين عليه برضه الايلاينر اللي هو ب 96 8 جنيه ده ب 8 جنيه موجود برضه عندنا حلو قوي بصوا كده معانا الايلاينر ده برضه قلنا بكام ب 8 جنيه ب 8 جنيه بالقطعه عادي بالقطعه عادي ده ايلاينر يا جماعه ب 8 جنيه بالقطعه تمام تسلم ايديك حلو قوي في برضه الورق بتاع الحجر ورق الحنه اللي قلنا عليه ده بس ده بالباكت على بعض بيجي فيها 12 ورقه كل ورقه لون رسومات مختلفه تمام يعني هتاخديه مشكل العروسه برضه حلو حلو قوي قوي كام معانا ده عامل عليك 45 جنيه بس يعني الواحده موقفه كام مش مكمله يعني حاجه 3 جنيه ونص ب 3 ونص ورينا كده عشان ناخد سكرين ده بتاخدوه الباكت على بعضه كده الواحده ب 3 جنيه ونص ده بيبقى 12 باكت ب 45 تمام حلو قوي وال 12 مشكلين يعني مش هربكم ان انتوا تاخدوا رسمه متكرره لا لا لا. تمام الحمد لله الطقم الاسبلاش ده ده طقم بيتباع مع بعضه كده ينفع عرايس برضه هديه وينفع هدايا وعرايس عامل كام ده معانا؟ ده ب 100 جنيه ده ب 100 جنيه ده 5 مع 6 6 ب 100 جنيه يعني مش محصله 18 جنيه 17 ونص الحدود دي في برضه اللي هو الكحل والبنجور عايز اقول لك ان البنجور ده بيبيعه ب 15 وفي ناس بتبيعه ب 20 على حسب المكان الحمد لله عندنا الدسته ب 55 جنيه يعني ب 4 جنيه ونص 4 جنيه ونص ده القلم اللي هو الكود الماتيك بس ده الباكت على بعضه اهو يا جماعه حلو قوي قلنا ده هيبقى واقف معانا على 4 جنيه ونص 4 جنيه ونص 4 ونص يا جماعه البنجورنو اللي هو بيبقى اصلا ب 15 ب 4 ونص بس هتاخدوا الدست على بعضها بكام قلنا ب 54 ب 54 جنيه انتوا بتاخدوا هنا بالجنيه لاني قطعي سعر جمله في برضه القلم التحديد اللي هو الفلومار ده تمام هو تحديد وروج وكله بيستخدموه كل حاجه قلم محترم جدا حلو قوي قوي ده بكام ده معانا ده الدست عامله 120 يعني ب 10 جنيه 10 جنيه قلم الروج يا جماعه ب 10 جنيه 210 تمام حلو قوي تمام. بس هتاخدوا برضو الباكت على بعضه ب 120 تمام تبقى مشكله الوان روج السحر ده برضو كلنا عارفين طبعا غني عن التعريف روج السحر ده بيبقى الوان مشكله هو لا كله بيبقى درجه واحده كله درجه واحده درجة تمام واحد. بتتباع على بعضها برضو يا اسطى ب 65 جنيه دي معانا ب 65 يعني ايه مش محصله 11 جنيه لا 5 ونص 5 ونص 12 تمام ب 65 جنيه حلو قوي تسلم ايديك يعني على 5 جنيه ونص اي قلم من دول تمام معانا برضو ايه تاني؟ المسكرة الفلومار دي انا عايز اقول بس ان في مساكن كتير طبعا كل الانواع كلها هتلاقوها على التليجرام يعني مش اكيد يعني كل الشغل هننزل تمام اللي عايزين تشوف كل حاجه هتلاقوها على التليجرام ان شاء الله ممكن تلاقي مثلا 2000 نوع مسكرة و2000 نوع كريم اساس حاجات تمام انا بديكم بس عينه من الشغل طبعا في برضو مسكرة فلومار دي فلومار مسكرة كويسه جدا تمام عامله كام فلومار؟ بكام؟ ب 15 جنيه ب 15 جنيه فلومار يا جماعه ب 15 جنيه وفي برضو المسكرة برضو 3 دي برضو 3 دي ب 15 جنيه برضو ب 15
يعني بصوا كده اي مسكره من دول على 15 جنيه. تسلم ايديك. في برضو حلو قوي. في برضه الطقم الزبلاش ده. ده طقم زبلاش. ده 12 قطعه. 12 قطعه بس ما على بعضه كده. على بعضه. عامل كام؟ ده 170 جنيه بس. 170 جنيه. 12 قطعه ب 170. ينفع عرايس وهدايا برضه. لان كل العطور هتلاقيها فيه. في برضه الطقم البرفان الفيسس ده. تمام. الطقم ده بقى ال ده طقم كامل كده. ماركات 12؟ 12 قطعه. 12 قطعه. عامل كام ده برضه يا عصام؟ ده عامل عليك 156. 156. 13 جنيه. 13 جنيه. ريحته حلوه. ريحته حلوه جدا. والله بجد. السيحه محترمه جدا. ده السمارت برضو ايه؟ بصوا ده 12 قطعه اهي يا جماعه ينفع معاكم عرايس. قلنا عامل معانا كده 13 ولا 12؟ 13 جنيه. العلبه واقفه معاكم على 13 جنيه هتاخدوا ال 12 ب 156. تمام. تمام. ركزوا معانا في الاسعار. ده روج الدبل بتاع ميه سلمى ده. تمام ده روج دبل. روج دبل. تمام حلو قوي. ده برضو بالباكت. بالباكت. بالباكت للاسف. تمام. عامل كام؟ ده عامل الدستة عاملة 455. 455. 455 ناحية سايل وناحية ايه؟ اوكي. ده ناحية سايل وناحية روج عادي صباع. عامل كام ده؟ ده عامل 455. يعني يبقى واقف على كام ده معناه يا صاحبي؟ يعني 37.5. 37.5. 37. ده اللي هو الدبل يا جماعة. برضه اللي هو الملمع برضه الشريط ده. الملمع. بتاع مية سلمى. حلو قوي. عامل كام الملمع؟ ده عامل 360 جنيه. 360 يعني؟ 360 جنيه. 30 جنيه. 30. ده ملمع. ده ملمع. اللي هو 3 دي. حلو قوي. بص كده معانا مية سينما يا جماعه ملمع ب 30 جنيه. 30 بس جنيه. هياخدوا الباكت على بعض. الباكت اي حاجه. الحاجات اللي بالقطعه اقول لكم برده عليها. في برده اللي هو الفيلر ده الجوهره. الفيلر. حلو قوي. عامل كام الفيلر؟ الفيلر ده اللي بينفخ الشفايف. تمام لنفخ الشفايف. لنفخ الشفايف. بيزيد معانا وسايل برده. ب 360 برده. يعني برده 30. 30 جنيه برده. بص كده يا جماعه. ده فيلر شفايف عامل معانا 30 جنيه بس اللي هياخد هياخد الباكت على بعضه ب 360 ده للجمله. مفيش منه اطفال. وفي برده الروج اللي هو الثري ده برده. روج 3 دي برده. 3 ده. تمام. 12 درجه. ده 12 درجه. 12 درجه. كام معانا برده ده؟ ده عامل نفس السعر برده. يعني ب 30 جنيه. حلو قوي قوي. ده برده على 30 جنيه. 30 جنيه. بس الباكت على بعضه. الباكت انا على بس بنوع عليكم. تمام. الروج الجوهره. روج الجوهره. ده من نفس الفيلر اللي هو رجل الفيلر. نفس القيمه. ده 420. ده 420. هيبقى ازيد من 30. صح كده ب 35 جنيه بس اللي هياخد برده هياخد باكت على بعض. كل ده باكيتات يا جماعه. الحاجات القطعه هقول لكم عليها. في رجل الدبل ده. ده دبل برده عامل كام معانا ده؟ 45 جنيه. ب 45 جنيه. ده روج دبل. ناحيه سايل وناحيه صباع عادي. ناحيه بتدي جليتر برده. تمام عامل معانا 40 جنيه. 45. 45. 45 جنيه. تمام حلو قوي. بس اللي هياخد ياخد برده ايه الباكت على بعض. تمام. تسلم ايدك. معانا برده لسه اللي هو الحاجات بقى الحاجات اللي بتاعتنا العاديه اللي عاديه البلاشر اللي هو 6 عامل كام البلاشر؟ 156 جنيه. يعني 13 جنيه. ب 13 جنيه. تمام بس ده برده باكت على بعض مفيش قطعي فيه. وفي البلاشر ده برده عادي اللي هو الفيتمي ده. تمام عامل كام الفيتمي؟ عامل 180. يعني القطعه يعني 7.5 ب 7 جنيه ونص. البلاشر ده القطعه ب 7.5 بس برده انا بقول لكم ليه هيقف عليكم بايه اللي هيبيع وهياخد جمله بعرفكم هتبقى واقفه عليكم القطعه برده. الهايلايتر ده. الهايلايتر كام؟ ده عامل 150. 150 يعني 6.5 ب 6 جنيه ونص الهايلايتر. تمام حلو قوي. بس كل ده باكيتات يا جماعه. والفيتمي في برده الهايلايتر الفيتمي ده برده عامل كام برده؟ ده عامل 180. 180 يعني ب 7 جنيه ونص الهايلايتر ده الفيتمي. تمام. في برده التنت ده. التنت اللي هو البيلي. تنت بيليا. تنت البيلي ده برده بالباكيت يا صاحبي؟ بالباكيت. تمام. احنا شفت تنت تاني بس كان بالقطع. ايوه ده تنت بيليا. ده تنت بيليا. عامل كام معانا؟ 20 جنيه لسه. يعني ما حصلش 10 جنيه ولا ب 10 جنيه؟ 10 جنيه. لا في دستين. في دستين يعني 5 جنيه. يعني ده تنت بيليا يا جماعه ب 5 جنيه. بس هتاخدوا الباكت دستتين ب 120. تمام. الفازلين المرطب ده. الفازلين ده. الفازلين المرطب. ده الاستاند بتاعه 78 جنيه يعني 6.5 ب 6.5 6 جنيه ونص. ده بلاش والله. ده الفازلين ده الشفايف صح؟ مرتب شفايف ب 6 جنيه ونص. بيدي ده بالقطع عادي. بيدي له كمان. ده بالقطع عادي يا جماعه على 6 جنيه ونص. تمام. في برضه اللي هو الروج اللي هو الميني برضه. تمام ده كده على بعضه ولا العلبه على بعضها؟ ده عادي ممكن تاخدي دسته عادي. ده خد دسته زي كده عامله كام؟ ب 30 جنيه. دي دسته عامله 30 جنيه تنفع عرايس قوي وشكلها شيك جدا على التسليح. ده البلاشر 42 جنيه. يعني القطعه بكام؟ 3 جنيه ونص. ب 3 جنيه ونص بلاشر بس هياخدوا برضه العلبه. بالباكت. تمام الحاجات دي بالعلبه. انا عماله اركز معاكم. عايز اقول بس ان في تشكيل كبير جدا من الروجات برضو موجود هنا هتلاقوه كله على التليجرام. وفي حاجات اوريجينال برضو هسيب لكم اللينك بتاع الاوريجينال في اول تعليق مثبت ان شاء الله. هنيجي مع بعض كده انا بختصر لكم بس الشغل الموجود هنا. في معانا برضو يعني هنا شغل كتير موجود يعني. تمام سكرابات بقى وماسكات وكل حاجه موجوده برضو ما شاء الله. برضو كل ده هنصور دلوقتي برضو. تمام ومن اول الجل الصبار. كام معانا؟ الابيض والاخضر. كام؟ ده عامل 7.5 ب 7.5 بالقطع عادي. بالقطع. جل الصبار ب 7.5 بالقطع. تمام. في برضو الصابونه الفحم. صابونه الفحم. بيسالوا عليها كتير. في نوع ب 6 في نوع ب 5 جنيه.
وفي نوع ب 12 ونص. يعني في نوع ب 5 جنيه وفي ب 12 ونص. النوعين موجودين. اه وفي وجه القمر، والوجه القمر ده برضه موجود. على كام ده برضه؟ في الكوبي. الكوبي الدسته ب 60 جنيه. يعني ب 5 جنيه. 5 جنيه. ب 5 جنيه. وفي اللي هو النظيف الدسته ب 90 جنيه. يعني ده موجود ده موجود. بكام؟ ب 7 ونص. ب 7 ونص. يعني في منه ب 5 جنيه وفي ب 7 ونص. اه ده موجود. وبيع بالقطعة عادي؟ اه طبعا. بالقطعة. بالقطعة عادي. بصي وفي برضه اللي هو الفرق بين ده ومن ده. ده مكتوب عليه الاصلي وده مكتوب عليه. ده اللي هو الاصلي وده العادي. ده موجود. ب 5 وده ب 7 ونص. ده موجود وده موجود. تمام كله موجود. تمام. في برضه المخمرية الفيحاء دي. المخمرية الفيحاء. عامله كام؟ 8 جنيه. ب 8 جنيه بالقطعة برضه. المخمرية دي ب 8 جنيه. تمام بالقطعة. تسلم ايديك. تمام. برضه الحليب الجوز الهند ده. حليب جوز الهند. ده كمان برضه معانا؟ ده عامل 10 جنيه. ده ب 10 جنيه بالقطعة برضه يا جماعة. كل ده. في كريم الكولاجين. كريم كولاجين. كريم كولاجين من ايفونا. ايفونا. عامل كام؟ ده عامل عليك 12 جنيه. ده ايفونا كريم كولاجين يا جماعة عامل معانا 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. برضه اللي هو قشة النيلة الزرق. تمام. بتاعت المغربي. ده هو المغربي. دي 12 جنيه برضه. دي معانا ب 12 جنيه. حلو قوي. بصوا يا جماعه سكرينات دي مقشر برضه وب 12 جنيه. حلو قوي بالقطعه كل ده. في برضه جوز هند برضه من شركه ايفونا برضه. حليب جوز هند. حليب جوز هند. عامل كام؟ ده ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. كل ده بالقطعه. في برضه الطمي ده برضه عامل 12 جنيه. ده قناع الطمي يا جماعه ب 12 جنيه برضه. تسلم ايدك. انا عايز اقول ان في ماسكات وسكرابات كتير. انا بختصر معاكم بس دلوقتي. في برضه حاجات كتيره برضه من ايفونا. الماسك والخوخ. ده ايفونا عامل كام؟ ده عامل 12 جنيه. ب 12 جنيه من ايفونا يا جماعه صنفره. 12 جنيه. تمام. في برضه كريم المساج ده. كريم مساج. ده كريم مساج الناس ايه؟ برضه بيدور على كريم مساج كتير. كريم مساج. تمام. فا هوريكي بقى. هوريكي حاجه برضه. بصوا كده معانا. ده كريم مساج. ده كريم مساج. ده جديد ده معانا. كام ده معانا؟ ده ب 35 جنيه كريم مساج. تمام. ده جديد برضه معانا. تمام. ايه تاني معانا؟ عايز اقول برضو ان في ماسكات وسكرابات وكعب غزال وشغل كتير جدا جدا. بس بنختصر معاكم الوقت عشان استحاله نجيب كل الشغل الموجود. برضو سويت الحرير. سويت الحرير بكام معانا؟ يعني بكام؟ ب 4 جنيه ونص. حلو قوي. بس بتاخد باكت على بعض. يا ب 4 ونص. في برضو البرفان ده باشكال. البرفان ده باشكال. كل اشكاله. عامل كام؟ ده عامل 45 جنيه. ب 45 جنيه. 45 جنيه. رجالي وحريمي. رجالي وحريمي. 45. حلو قوي قوي. في برضو اللي هو الشمع الكوكو. تمام. كم معانا؟ كوكو عامل 24 جنيه جمله. ب 24 جنيه. جمله قطاعي. جمله قطاعي ب 24 يا جماعه. تمام. حلو قوي. برضه العراب دي. تمام. عايز اقول العراب دي حاجه محترمه. في كم معانا؟ الكوبي في اصليه. تمام. دي الكوبي ب 7 جنيه. الكوبي ب 7 جنيه والاصلي عامل 15 جنيه. والاصلي ب 15. تمام. حلو قوي. في ايه تاني معانا؟ والعراب الصغيره بكام؟ دي عامله عليكي 10 جنيه بس. دي الصغيره معانا ب 10 جنيه. 10 جنيه. تمام. الكبيره احسن طبعا. في برضه ملح البوبانه. ملح تفتيح مناطق الداخل. ملح بوبانه بكام؟ 18 جنيه. ب 18 جنيه الملح البوبانه يا جماعه. تمام. في برضه للشاور الشامبو اللوشن والشاور الكبير. اللوشن وشاور كام؟ دي الواحده ب 30 جنيه فيهم. ب 30 جنيه الواحده. كميه كبيره جدا. لتر. لتر. صح؟ تمام. حلو قوي ب 30 جنيه. جنيه الواحده. تسلم ايدك. تمام. برضه الملح حليب. ملح حليب. كام؟ ده من حليب ملك ده. ده الاماراتي. ده عامل 22 بس. ده ب 22 جنيه. ده الاماراتي يا جماعه. ملح حليب اماراتي ب 22 جنيه. برضه ليه مجموعه المسك الطهاره اللي هي الثلاثيه. مجموعه الثلاثيه. المجموعه دي عامله 180 بس. 180. 180 جنيه. القطعه عادي. القطعه عادي. القطعه بكام؟ ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. تمام. دي القطعه يا جماعه على 15 جنيه مجموعه مسك الطهاره. وبرده الحمام الكشكنجي ده. الكشكنجي. ده الكيلو. ده الاصلي ولا ده؟ لا هو مجموعه الهايكوب. تمام. 65 جنيه بس. ده ب 65 جنيه. كل الناس بتبيعوا ب 80 و90 والكلام ده. تمام. عندنا هنا ب 65 جنيه. 65 جنيه بس. تمام. تمام. حلو قوي. الماسكات دي عامله كام كلها؟ ده الستارك ده عامل 16 جنيه. اي ستارك ب 16. 16 جنيه. يعني اي ماسك من دول ستارك ب 16 جنيه. 16 جنيه. والمخمرية دي رهيبه. انا عندي منها المخمرية البلوك دي محترمه جدا. عايز اقول لك تحط على الشعر كمان. والله حلوه جدا. عندي منها الموف. حلو قوي. دي معانا يا جماعه ب 30 جنيه المخمرية دي للشعر وجسم ب 30. تمام. تسلم. عايز اقول لك سعرها معليش. اللوشن. اللوشن كام؟ بتاع الفيزدين ده. لوشن محترم جدا. تمام. ده عامل 30 جنيه بس. ده ب 30 جنيه لوشن بتاع خمس رايح. تمام. موجود برضه. في جوز الهند والورد وشايفه الصبار وروائح كله كله موجود ان شاء الله. تسلم ايدك. تمام. تمام. والمخمريه دي عامله كام؟ دي عامله 55 جنيه بس. دي ب 55 جنيه بس. تسلم ايدك. تمام. في ايه تاني؟ في برضه البودره دي. البودره دي باشكالها. البودره بكل اشكالها. تمام. تعطير للجسم خامه كويسه جدا جدا جدا. عامله كام بودره تعطير؟ دي عامله 40 جنيه بس. والله حلوه جدا. بودره تعطير يا جماعه بكل روايحها ب 40 جنيه. 40 جنيه بس. حلو قوي قوي. في برضه الاسبلاش ده. الاسبلاش الباس. ده الكوبي. الباس الكوبي. بصوا كل برضه روايحه كلها. كل عامل كام؟ ده عامل 27 ونص. 27 ونص. ده برايحه كلها ب 27 ونص. 27 جنيه ونص. تمام. تسلم ايديك. في برضه اللوشن برضه
الماركات. اللوشن الماركات. الماركات برضه. كام معاك؟ ده 140 جنيه بس. ده ب 40 جنيه. 40 جنيه. انا بكرر لكم السعر عشان تركزوا، محدش يختلط على الامر ولا يقولوا بيغيروا اسعاره. في برضه اللوشن الماركات ده برضه. ده اللي هو الجوي. كام؟ ماركات. ده ب 20 جنيه بس. ده ب 20 جنيه. اتحدى اي حد عنده سعر. اللوشن ده يا جماعه ب 20 جنيه برضه بروايحه كلها. بروايحه كلها. على 20 جنيه. اما السعر ده مش عند حد نهائي لا. تمام. لا. وعامل لكم عرض للمتابعين يا جماعه. في برضه شامبو البورتي. شامبو بورتي. الروسكا تمام. عامل كام؟ ده عامل 95 جنيه. ده ب 95 جنيه. حلو. شامبو في منه، في شامبو بتاعه. في بلسم وسيرم وحمام الكريم. يعني كل انواع موجوده. تمام. ده الروسكا موجود. قلنا ب 90. ب 90 جنيه. والسيرم بتاعه ب 65. والسيرم ب 65. والحمام الكريم ب 60. تمام اوكي. في برضه الشامبو الديفي ده. الديفي. في منه برضه الشامبو بلسم وحمام الكريم والسيرم. تمام. عامل كام؟ ده عامل 85. ب 85. 85. اي نوع منهم ب 85. 85 تمام. برضه في السيفن ده برضه عامل 90 جنيه. السيفن ده 90 جنيه. 90 جنيه بس. حلو قوي. شامبو بلسم حمام وسيرم برضه. شامبو بلسم حمام وسيرم. عامل معانا 70. تمام. ركزوا معايا في الاسعار. 90. 90 سول. انا بقول لك ركز معايا. في برضه الغسول اللي هو الاسكينول بالليمون. تمام. الغسول ده كام؟ 20 جنيه بس. الغسول ب 20 جنيه. 20 جنيه الغسول. حلو قوي قوي. تمام. والجليتر ده برضه بكام؟ اللي هو الكبير ب 35. الكبير ده ب 35. والصغير ب 20. والصغير ده هيبقى ب 20 جنيه. بس. تمام. تسلم ايدك. في برضه السبلاش الماركات ده واللوشن الماركات ده برضه. عامل كام؟ ده عامل 45 جنيه. عامل 45 جنيه. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. برضه السبلاش ده عامل 35 جنيه. بادي سبلاش ب 35 جنيه برضه بكل روايح يا جماعه. كله على 35 جنيه. تمام. تمام. في برضه التوبك بتاع الشعر ده. ده بتاع الشعر. ده بتاع بيملى الفراغات. تمام. بيملى فراغات الشعر. ده عامل 100 جنيه برضه. ده ب 100 جنيه من الفراغات الشعر يا جماعه. تمام. حلو قوي قوي. في برضه اللي هو الكريم ديزار. كريم. ده كريم ديزار موجود عندنا. كريم ده برضه عامل كام؟ ده عامل 75. ده ب 75. ده ب 100 جنيه برضه. ده هندي صح؟ تايلاندي. تايلاندي. ب 100 جنيه برضه. تمام. بره ب 100 عندنا احنا ب 75. تسلم ايديك. تمام. عامل برضه ايه؟ السيرم برضه. السيرم بتاعه. عامل كام السيرم؟ 75 برضه. السيرم ده ب 75 جنيه. بره برضه ب 100. 100 على طول هتلاقي فرق بتاع ده. انا عايز اقول لك ان الاونلاين واللي شغالين فيسبوك والحاجات دي بتلاقوا الحاجات دي باسعار رهيبه عليها. هنا بقى بتاخدوا يعتبر جمله الجمله وهتاخدوه قطعي كمان بنفس السعر. في برضه السيرم ده. السيرم ده. السيرم ده يعني ده من سكين دكتور. تمام. عامل كام السيرم؟ السيرم ده عامل 75 جنيه. السيرم ده يا جماعه يبقى ب 75 جنيه. السيرم ده حاجه عاليه جدا مش عايز اوصف لكم. تمام. انا عندي انواع اغلى منه. بتاع تنعيم الشعر انا عندي انواع عندي حاجه ب 200 جنيه و 220 جنيه. بس ده نوع. السيرم ده والله العظيم خامته رهيبه. قول لك كام ده معانا يا جماعه؟ 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه. سيرم تنعيم شعر يا جماعه 75. حاجه محترمه جدا. تايلاندي مستوى. باركود وحاجه نظيفه جدا. لا حاجه نظيفه جدا جدا. واي زبون اللي شافه يعني خده وما عجبوش يرجعوا له. وعايز اقول لك شكرا فكرتني برضه المتابعين بيشكروا في المكان وفي المعامله وفي الاسعار. وبيبعتوا له على الواتس كتير. الحمد لله. شكرا لكم برضو على معامله المتابعين. كريم الديزار الناس كلها عارفه. تمام. الكريم ده عامل كام؟ 90 جنيه بره. ده 90 جنيه بره. 90 جنيه بره. وهنا عندنا بكام؟ عندنا احنا بس. عندنا احنا بكام؟ تمام. 75 جنيه بس. ده ب 75 جنيه. 75 جنيه. الكريم ده ب 75 جنيه. 75 جنيه. حلو قوي. ده بالليمون. الدنيا كلها تقلب بسبب السعر ده. لما ينزل الفيديو الدنيا كلها تقلب. عايز اقول لكم هنا اسعار بجد تحفه يعني. تمام. بصوا مجموعته كلها موجوده. مجموعه. المجموعه السيرم بتاعه موجود برضه. السيرم برضه موجود. برضه نفس ده. ب 50 جنيه بس. السيرم ب 50 جنيه. ب 50 جنيه بس. السيرم زي كده ب 50 بره او 55. ده مستورد. مستورد طبعا. تمام. حلو قوي قوي على 50 جنيه. طبعا. في برضه الكريم منه الديزار برضه بتاع. الكريم. حول العين. حول العين. حول العين. تمام. عامل كام ده؟ ب 40 جنيه. 40 جنيه. الكريم ده يا جماعة ب 40 جنيه مستورد. حلو قوي ده. تسلم ايدك. في برضه الكولاجين الفارماستي ده. الكولاجين فارماستي. تمام. فارماستي كولاجين. عامل كام ده؟ ده عامل 75. ده فارماستي كولاجين ب 75 جنيه. 75 جنيه. برضه ده كوبي. ده كوبي. هو مستورد بس كوبي. مستورد بس الاوريجينال. لا مش اوريجينال. الاوريجينال عامل 200 وكسور يعني. الاوريجينال ب 200 وكسور. تمام. عايز اقول لك بس ان في ناس كتير بيبقى مفيش ضمير بياخدوا الحاجه اللي هي هاي كوبي ويقول لك اوريجينال ويبقى اقل من الاوريجينال بحاجه بسيطه. يعني ده مش هتعرف الفرق بينهم بالاوريجينال. تمام. لو ضربت الباركود هيدخلك على الصفحه بتاعته. يعني كلها. لو ده مثلا يا جماعه ب 250 الاوريجينال بتاعه بيدوا لك ب 225 ب 230 عشان يحسسك ان هو اوريجينال بس عامل معاك واجب. كده وده بيبقى بره سنه اوريجينال. فركزوا يا جماعه بس في حاجه زي كده. تمام. تمام. عندنا برضه زيوت هنديه زي ما انت شايف. زيوت الهند يا جماعه. بصوا كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. انا عشان وقت الفيديو بس كل انواع الزيوت الهندي هتلاقوها موجوده هنا زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله. تمام. تسلم ايديك.
عايزين نقول برضو كل انواع الخردوات هتلاقوها موجوده الحمد لله. امشط وفرش وكل حاجه والمكاوي بتاعت الاطفال البيبيليس كل حاجه موجوده واستشوار الاطفال وعندنا برضو جهاز الارتراسونج بتاع البذور والحاجات ولزاله الدهون عامل كام ده معايا؟ ده عامل 95 جنيه. 95 جنيه. برضو السكراب الكاندي ده السكراب الكاندي عامل كام؟ 35 جنيه بس. 35 جنيه. حلو قوي قوي. الاستشوار بتاع الاطفال ده عامل 45. عايز اقول لك سعره كده من سنه طبعا لان انا كنت جايبها المكتب من سنه ب 45. احنا عندنا لو الحاجه عندنا وسعرها زاد احنا لحد ما نخلص القديم بنبيع نفس السعر القديم على ما يخلص طبعا. في نازله بتاعت الانف دي برضه دي حلوه قوي برضه عامله كام؟ دي عامله 30. دي ب 30 جنيه تمام تسلم. في برضه اللي هو اللزقه بتاعت السويت دي برضه دي لزقه شرايح. اه شرايح حلو قوي عامل كام؟ دي عامله 30 برضه. دي ب 30 جنيه فيها 10 شرايح يا جماعه. اه تمام. في برضه كعب السيليكون ده كعب السيليكون ب 13 جنيه. ده ب 13 جنيه. اه وفي منه شراب برضه ده بيتلبس على الشوز برضه. اه وفي منه شراب والشراب ده عامل كام؟ ب 23 جنيه. تمام تسلم ايديك. في برضه اللي هو جهاز الشمع اللي هو الاصلي التركي ده التركي الاصلي ب 110 ده معانا ب 110 ده تركي تمام تسلم ايديك. الفرش بقى بانواعها برضه موجوده كل حاجه موجوده عشان اديكوا فكره بس عن كل حاجه. عامله 23 جنيه 23 جنيه بصوا بانواع فيها دي كذا حاجه يعني فيها اشادو ومسكره وكل حاجه تمام. ودي كام؟ ودي عامله 25 جنيه. دي الفرش الرفيعه بس تمام. في مناديل الشمع دي برضه مناديل الشمع ب 9 جنيه. عايز اقول لكم من سنه كانت ب 10 جنيه هنا ب 9 جنيه لسه. البني ده نضيف المستورد تمام. مش المصري اللي بيتباع ب 84 جنيه تمام. ده المستورد بيتباع ب 96 جنيه بس ب 96 بس ده الباكت على بعض. اه الباكت على بعض ده اللي هو البلاستيك يا جماعه يعني واقف الواحد بكام؟ يعني 8 جنيه البني البلاستيك ب 8 جنيه. الحجر بتاع القدم ده اللي 4 في 1 4 في 1 عامل كام؟ ده معانا ب 9 جنيه ونص 4 في 1 حجر قدم. في برضه الضوافر ب 100 دي عامله كام؟ 11 جنيه ونص 11 ونص تمام تسلم ايديك. طب البيت بلندر ده بيتش بلندر برضه عامل كام؟ طب ده ب 27 ونص شكله حلو ينفع هدايا برضه. وفي حاجه زي كده برضه نفس السعر بكام قلنا؟ نفس السعر 27 ونص. دي برضه فيها اثنين وفيها سفنجات ب 27 ونص. الشيت الماسك ده الشيت اللي هو الماسك ده بالرمان وبالخيار والمشمش وكل حاجه ده العلبه فيها دستة فيها دستة 70 جنيه بس ب 12 ب 70 جنيه بس تمام حلو قوي قوي تسلم ايديك. في برضه عندنا موجود برضه جهاز الشمع اللي هو الواحد في واحد الواحد في واحد تمام والثلاثة في واحد موجود والثلاثة في واحد ب 80 وب 60 ب 60 وب 80 تمام تسلم ايديك. في برضه طبق الصبغة كام معانا؟ ده عامل 20 ب 20 جنيه طبق الصبغة ب 20 بالفرش بتاعته بكل حاجة. انا عايز اقول لكم الماسكات برضه بتاع الوش في الكبير والصغير ب 30 ب 30 والكبير ب 60 ده في 50 وده في 100 عشان بس للعلم. برضه شفرات الفلامينجو عايز اقول لك ناقصه برضه اليومين دول سعرها مش عند حد برضه عامل كام؟ 96 جنيه 8 جنيه ب 8 جنيه ياخدوها بالقطعه دي؟ ينفع ب 8 جنيه الفلامينجو يا جماعه والخردوات كلها بالقطعه تمام. طقم اللي هو بتاع الحجر ده تمام كام ده معانا؟ ده عامل 22 ده ب 22 جنيه ده طقم الحجر رجل ب 22 برضه الكلبسات بتاع الشعر الكلبسات كام معانا؟ 20 جنيه بس دي ب 20 جنيه كلهم على بعض كده ب 20 كلهم على بعض ب 20 يا جماعه. زيت الجوز هند ده زيت الجوز هند عايز اقول لك ده كان بيجي زمان من بورسعيد 50 جنيه بس ب 50 جنيه ده زيت الجوز هند يا جماعه ب 50 جنيه ده في الشتاء بيبقى جامد خالص زي الكريم والفوزلين كده وفي الصيف بيبقى سايح معاكم زي الزيوت. طقم الشنطه اللي هو الزويته ده الشنطه دي برده ده طقم مع بعض ولا شنطه بس؟ طقم شنطه طقم فرش بشنطه بكام؟ 120 جنيه بس يعني بكام؟ الدسته ب 120 هي الشنطه على بعضها ب 120 حلو قوي تمام. في ايه تاني معانا؟ في برده الفرش الكيرلي دي الفرش الكيرلي دي عامله 15 جنيه تمام. الفرش الكيرلي يا جماعه ب 15 جنيه الواحده برده بالوانها واشكالها كلها. صابونة الفحم اللي كنا بنقول عليها ب 5 جنيه موجوده دي اللي هي ب 5 جنيه صابونة الفحم ب 5 جنيه بالقطع. عايز اقول اشكال الفرش كلها موجوده تمام. بصوا ما شاء الله لما بارك طول ما انتم ماشيين هتلاقوا شغل كتير جدا جدا. وفي قسم خاص هنا ورانا برده بالاوريجينال يا جماعه كل ما يخص الاوريجينال هتلاقوه موجود هنا موجود عندنا تمام سوى. وكله اللي هو الاصلي اوريجينال الاصلي مش كوبي او هاي كوبي. ومعانا المكانين التانيين دول بقى للزيوت والكريمات. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كل ما يخص الميك اب ومستحضرات التجميل هتلاقوه موجود هنا. النهارده كنا فين؟ عند عصام برغوتش يا جماعه. العنوان بالتفصيل هينزل لكم صور حالا. هسيب لكم لينكات التليجرام للاوريجينال واللينك العادي بتاعهم في اول تعليق مثبت وارقام للتواصل والشحن طول عرض الفيديو على الشاشة. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى للعنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام مول بانوراما في شارع بورسعيد. المحلات اللي عملنا منها الجوله النهارده محلات عصام برغوث في الدور الارضي يا جماعه زي ما انتم شايفين، ودي اليافطه برضو حاولت ازوم لكم عليها في الباب الاول اللي انتم شايفينه ده. انا هقول لكم تيجوا ازاي بقى. عندنا اتجاهين ممكن نيجي منهم، واقرب مترو هيكون مترو باب الشعريه موجود خلف المول على طول في دار المول محطه مترو باب الشعريه. الاتجاه ده الاتجاه اللي جاي يا جماعه من ميدان باب الشعريه، هيجي من الاتجاه ده، واللي جاي برضو من محطه مترو باب الشعريه هيطلع من الشارع اللي جنب المول على طول هيلاقي نفسه قدام مول بانوراما. عندنا شحن كل المحافظات وهتدفعوا فودافون كاش، هتوصلوا لحد مول بانوراما في الدور الارضي على طول زي ما انا بقول لكم كده وبشاور لكم كمان. زومت لكم كمان على اليافطه بتاعت عصام برضو في الدور الارضي، سهل جدا مش هتحتاجوا تسالوا اي حد. ولو جايين من الاتجاه الثاني ده اللي جاي بقى من الموسكي الاول من حاره اليهود من العتبه نفسها، هتيجوا بقى تركبوا محطه مترو العتبه وهتنزلوا عند اول شارع بورسعيد يا جماعه. الميكروباصات بتبقى واقفه قدام محطه المترو، هتنزلوا وتفضلوا ماشيين كده. بصوا اللي زومت لكم عليه ده كوبري المجاه اللي في اول شارع بورسعيد، هتفضلوا جايين من شارع بورسعيد ومول والفنار برده قدامكم هناك كده، هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد مول بانوراما. لو جيتوا عند اول شارع بورسعيد وسالتوا على مول بانوراما مشهور ومعروف جدا في الشارع ده، هتيجوا توصلوا لحد ما تيجوا لعند مول بانوراما في الدور الارضي برده وتدخلوا من الممر ده، وهوديكم برده المكان بكل سهوله. عنده اسعار يا جماعه جمله الجمله، وحوالي 90% من الشغل الموجود بيبيعوا قطعي خالص جدا لكل المتابعين، وعامل لكم عرض كمان هيديكوا جمله وقطعي سعر واحد لكل متابعين القناه. دي اليافطه بتاعته مش محتاجين تسالوا حد على طول، عنده مكان للاوريجينال يا جماعه والبراندات، وعنده مكانين كمان للحاجات اللوكسيات، هيديكوا اسعار جمله الجمله. وعندنا شحن محافظات، بصوا ما شاء الله لما بارك كل ما يخص المكياج هتلاقوه موجود هناك. ما تنسونيش بقى في لايك وشير ودعوه حلوه في التعليقات، وتوحدوا الله وتصلوا على النبي، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.